بسم الله الرحمن الرحيم. Thermodynamic A for first level of mechatronics department. أول حاجة هنتعرف على السلبس بتاع المنهج. Fundamental of thermodynamics, thermodynamic properties, processes, reversible and irreversible processes. First law of thermodynamics, second law of thermodynamics. Properties of pure substance, gas laws, Carnot cycle, Rankine cycle. Introduction. Thermodynamic عبارة عن كلمة بتتكون من two Greek words. الكلمة الأولانية thermo يعني heat، الكلمة الثانية dynamics يعني power. المصطلح ده بيستخدم AMD عشان يشمل جوانب الطاقة وتحول الطاقة وتوليد الطاقة power generation وrefrigeration التبريد. Relations among the properties of matters، العلاقة بين خصائص المادة. Application area of thermodynamic، من الصعب ان احنا نتخيل اي activity حوالينا في الحياة ملهاش علاقة بالثيرموديناميك. معظم الانشطة او المكانش كلها حوالينا ليها علاقة بالثيرموديناميك. لازم نبقى فاهمين اساسيات الثيرموديناميك. مثال على الثيرموديناميك، اقرب مثال لنا زهرة القلب بتاع البني ادم. بيضخ طبعا دم لكل اجزاء الجسم ولتريليونز من الخلايا. تريليون احنا عارفين طبعا ان هي 1000 مليار. البادي او الجسم بيعمل هيت جنريشن، حرارة نتيجة الضخ بتاع الدم. الهيت جنريتد دي المفروض ان هو الجسم يعمل لها ريجكتد، ارجاع للانفايرمنت، البيئة المحيطة. ذا هيومن كومفورت، الراحة بتاعت البني ادم مرتبطة بالهيت ريجكشن دي، وبالتالي احنا بنحاول نتحكم في معدل انتقال الحرارة ده عن طريق ضبط اللبس بتاعنا. طبعا في الصيف بنلبس ملابس فاتحة خفيفة، في الشتاء بنلبس ملابس تقيلة. systems and control volume، الأنظمة. عايزين نعرف النظام. النظام هو عبارة عن region in space، منطقة في الفراغ، أو quantity of matter، كمية من المادة اخترناها لعمل دراسة معينة. الكتلة أو المنطقة اللي برا السيستم ده بيسموها surround، المحيط الخارجي أو البيئة المحيطة. في حدود كده او سطح بيكون عبارة عن حدود بيفصل ما بين السيستم والسراوندنج، بنسميها الباوندري، الحدود بتاعة النظام. زي ما هو واضح عندي بالصورة، السيستم جوه والسراوندنج برا، المحيط الخارجي بيفصل بينهم الباوندري. السيستم ده ممكن يكون كلوزد او اوبن سيستم. يبقى السيستم بينقسم عندي لنوعين، كلوزد او اوبن. اللي بيفرق بين الاثنين الماس، الكتلة. لو مش مسموح في النظام بانتقال الماس، الكتلة، ما فيش دخول وخروج للكتلة للنظام، بيسمى closed system. في closed system مسموح فقط بانتقال الانرجي، اسخن ابرد، لكن الكتلة ثابتة. الكتلة ثابتة في closed system، ما فيش دخول او خروج للكتلة. في حالة ان ما فيش دخول وخروج للطاقة برضو زي الكتلة، ما فيش دخول وخروج للاثنين، بيسمى isolated system، نظام معزول. ممكن الحجم يتغير زي الشكل الثاني اللي تحت. عندي غاز عند 1 متر مكعب، كتلته 2 كيلو جرام. لما جيت سخنت عليه الحجم بتاعه اتمدد، الحجم ثابت ولكن الكتلة زي ما هي 2 كيلو جرام. برضو ده closed system لان الكتلة ما اتغيرتش. الاوبن سيستم بقى او بيسموه كنترول فوليوم، بيبقى عندي فيه ماس فلو، فيه كتلة داخلة وخارجة من النظام. بدرس النظام الاوبن سيستم ازاي؟ بعمل سيلكتنج لريجون معينة بسميها الكنترول فوليوم. الكنترول فوليوم ده مسموح للانرجي والماس، للطاقة والكتلة، ان هي تدخل وتخرج من النظام اللي قدام. ثيرموديناميك بروبرتس، البروبرتس يعني خاصية، كاركترستيك يعني صفة او خاصية، بيسموها البروبرتس. في فاميليار بروبرتس
بروبرتيز مشهورة للثيرموديناميك زي البريشر والتمبريتشر والفوليوم والماس. القائمة قد تطول وتشمل خصائص أخرى قد تكون أقل شهرة من الخصائص السابقة دي، أمثلة الثيرمال اكسبانشن كوفيشنت، الموديولز اوف الاستيسيتي، الثيرمال كوندكتيفيتي اللي هي التوصيلية الحرارية، الفولوسيتي والإليفيشن. البروبرتيز دي قد تكون حاجة من الاتنين، يا إما انتنسيف مكثفة يا إما اكستنسيف شاملة. الانتنسيف بروبرتيز الخصائص المكثفة هي التي لا تعتمد على كتلة النظام زي درجة الحرارة والضغط والكثافة. الاكستنسيف اللي هي الخصائص الشاملة هي التي بتعتمد على الكتلة أو الحجم زي الكتلة الكلية والحجم الكلي والعزم الكلي. دي أمثلة على الاكستنسيف بروبرتيز. عندي شكل زي اللي قدامي، لو أنا عندي سيستم معين لي إم كتلة، في حجم، تي درجة حرارة، بي بريشر ضغط، رو كثافة. لو أنا جيت قسمته بالنص كده الحيز بتاعه، يبقى أنا قسمت الكتلة بالنص والحجم بالنص، هلاقي إن الحجم والكتلة قللوا النص طبعا واتأثرت بالتقسيم ده، يبقى دي اكستنسيف بروبرتيز، خصائص تعتمد على الكتلة. هلاقي إن التي والبي والرو في النص اليمين هي في النص الشمال، وبالتالي دي انتنسيف بروبرتيز، خصائص لا تعتمد على الكتلة. دي كانت أول محاضرة عندي، تعرفت إيه هو الثيرموديناميك، كلمة إغريقية مكون من ترمين، ثيرمو يعني هيت، ديناميك يعني باور. تعرفت إيه هو تعريف السيستم، النظام، الأنواع بتاعت السيستم أوبن وكلوز، وقلنا الكلوز بيفرق عن الأوبن إن مفيش ماس كتلة داخلة أو خارجة، وإن كان مسموح بانتقال الطاقة دخول وخروج بالنظام. أما الأوبن سيستم فهو بيعتمد على الماس فلو، وبدرسه عبارة باخد حيز ريجيون معين بسميه الكنترول فوليوم. تعرفت يعني ايه بروبرتيز، خصائص، يعني ايه اكستنسيف، يعني ايه انتنسيف بروبرتيز.